تعب الدوار لا الوضحى تعب الدوار. بالنسبة يطلع عمر للبل ووضع البل وامورها وعلاقتها بأهلها وعلاقة أهلها بها وتاريخها، هذه أمور حدث ولا حرج. في أشياء ما يعرفها إلا أهل البل، وفي أشياء أغلب أهل البل ما يعرفونها عن البل، كعلاقتها مع أهلها ومواقفها والأمور اللي صايرت على مر التاريخ اللي لحقناه من شيباننا واللي حنا عشنا عليه، أشياء يمكن أثناء الحديث وذا أشرح لكم عنها. من المواقف مثلا اللي مرت علي أنا مع البل ولا مرت على شيباننا، الله يرحم الميت منهم ويطول عمر الحي. يوم من الأيام أنا كنت في الرياض، واحد من العمال مرت البل وهي مروحة على واحد من جيراننا وكان عنده علف برا الموقع، برا موقع إبله. فذاقت البكرة ذي يوم سليل، قال البكرة بتسري للموقع اللي جنبنا ذا. قلت عقالها بكرة، طبعا ما تعرف عقال ولا تعرف شيء، لأن البكرة عادة صغيرة السن ما تعرف العقال. فعقالها وتعبها العقال. يوم جيت في الصباح جاتني زي ما يجيك واحد من ربعك ولا من اخوياك يعلمك باللي حاصل معك مثلا، ولا اللي صاير عليه مثلا البارح. والله ان كلمتني زي ما تقول ما بقي الا اتكلم بس كلام. فكنت اثناء وقوفي مثلا البل جبتها، جيتها طبعا الصباح بدري قبل ما تطلع الشمس، البل كانت ممرحه. قلت راح فكها، كانت طاح سبع عقال تقريبا حوالي 50 متر. قلت له فك الناقه خلها تجي. فكها جت هيلين حطت راسها على صدري من هنا. حطيت يدي من وراها وكنت غافل عنها، اطالع في البل وصدرها على راسها على صدري. فجاه حسيت بشيء حار على صدري من هنا، يوم رفعت وجهها لقيت دموعها زي ما يبكي الانسان صب على صدري، تقول دموع اكثر من دموع الانسان. اعطاها الله سبحانه وتعالى فهم وشيء ما اعطاه جميع الحيوانات الاخرى. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلم ان خلق هذه البهيمه ان تكون عون للانسان في التنقل وفي دلالة الطريق وفي الغذاء. حنا الوقت الحالي لله الحمد بعد الدعم إلا محدود من حكومتنا ومن إدارة النادي، خلت البل لها قيمة وخلت البل كل شيء مهيئة وميسر لها، خلتها لها في رخاء ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الشيء. هي القصص. بس أذكر أني مرة دخلت المستشفى وجلست في فترة طويلة وكنت تعبت في الحالة هذه، وكان أغلب الناس توقعوا أني بغادر الحياة من هالمشكلة هذه. فبعد الله سبحانه وتعالى ما من علينا بالشفاء ورجعت. اول ما جيت عمالي بعضهم كان متاثر بالحي اول ما قبلتها، وكنت متوقع ان التاثير هذا ما لي بلاقيه الا على العمال فقط. يوم جيت البل كان تاثير بعض البل والله انه مثل تاثير الرعيان اللي كانوا معاهم متاثرين من غيبتي عنهم. كانت بعض البل تجي تطرح راسها عليك تلقى دمعتها سالت على خدها، تقول زي مثل دمعه الادمي، زي ما الادمي اللي بيكلمك بس ما عنده، ما الله اعطاه شيء يتكلم به، المهم انها بتعبر لك باي شيء. رايها يعرف وش تعبيرها وش عرف وش اللي في خاطرها. الناقه اللي يقول لك جتني وشفت دموعها اول ما حسيت بحرارتها على صدري، فكنت كانت حطت صدرها راسها كذا، كانت تهدم من الناقه ذي، طرحت راسها كذا وجلست اطالع ثلبي كذا اول ما حسيت بالحراره اللي على صدري. يوم سحبت الناقه عني لقيت دموعها على صدري زي صبه المويه من المعاناه اللي كانت مرت عليها في الليله الماضيه على العمال طارحينها ومشتغلين فيها. ما توقعت ان عندي خبر في الموضوع على انها بتشتكي علي بالموضوع اللي حاصل لها. فالناقه ما ينقصها الا انها تتكلم سبحان الله تعالى، عندها شيء من المواهب والميزات اللي الله اعطاها اياها، شيء ما يعرفه الانسان اللي عاش معها. الانسان اللي بعيد عنها ما يتوقع ان هذا الكائن سبحان الله يمتلك هذه الاشياء وهذه الصفات. من الميزات حقيقه اللي اكثر الناس ما يعرفها عن البل يمكن ما يعرفها الا الشيبان، ان الحواره اللي تجي تحتمها وترد المويه العد وتعطى بيدها في المغرب، وهي حواره ما شربت حتى منه، اذا كبرت وضميت ترد على الماء اللي ما جت هلا وطت فيه، وهي حواره عمرها تقريبا اسبوع او 10 ايام. يمكن بعد 5 سنين تقدر ترجع الى الموقع هذا وهي ما مرت هلا الا وطت فيه بيدها. هذا الشيء يمكن ما يعرفه الناس اللي عاشوا مع البل والشيبان اللي كبار سن. طبعا وصف البل وجمالياتها وامورها انا حاولت اختصري مثلا في ابيات، فمنها مثلا اقول لعل الخيال اللي سرى ليل البراقه تشوق مزونه عين من شاف بارقها، لقامت تدافع معها والنود من ساقه على دير ثنئ من خلقه القلب عاشقها مداهيل وضح الاول البدو لحاقه بعنيبها اللي هاقينه بيلحقها عليها القلاده واسم حمايه الساقه وعلى فخذها اليسرى تلاوح مطارقها. اسمع الوصف هنا، تفاهق ظهرها ناسع الغارب دقاقه وترى دقها من متنها
لا عواتقها رقبت اللحمها جاي عالطير ما ذاقه مع الدق طوله ولا تعانج معنقها وراس انت صاغر واسع الحوضة بحلاقه طفوح اللواحي ولا ذاني تفهقها وخد انت حط الشبر ما يصل شناقه واسبال انت ناقي عصفها ما تذوقها شفعت قيمتها وغلاها تساوي لها عندي مدينة وهي ناقه لكن ما عطى هذا الغلا غير خالد.